السلام عليكم إخواني، مرحبا بكم اليوم في هذا يعني الفيديو المخصص للتعريف بتخصص البيولوجيا في الجامعة. بيولوجيا أو يعني ما هو معروف علوم الطبيعة والحياة. هذا تخصص طبيعة الحال يعني يشمل علم البيولوجيا، يعني العلم اللي يدرس الكائنات الحية سواء الحيوانية أو النباتية، ويتعمق في بنيتها، في تفاعلاتها، تكاثرها، غذائها، تفاعلها مع غيرها من الكائنات وغيرها. طبيعة الحال يعني البيولوجيا من أكثر الشعب استقطاب الطلبة في الجامعة، وهي تخص فقط كما تعرفوا يعني أصحاب الشعب العلمية، يعني أولوية لعلوم تجريبية وكذلك الرياضيات وكذلك الشعب التقني الرياضي. الأكثر استقطابا لماذا؟ لأنها دائما معدلها في كل جامعات تقريبا يعني 10 فصل، وثانيا لأنه كذلك متوفرة تقريبا في كل جامعات الوطن. يعني عموما العلميين لما يعجزوا عن الالتحاق بالطب ولا عن الالتحاق مثلا في الصيدلة أو مثلا بأي تخصص آخر، راح مباشرة يلجؤوا إلى علوم الطبيعة والحياة. كما الأدبيين لما يعني يعجزوا عن الالتحاق بين اللغات يلجؤوا إلى الحقوق، نفس الشيء. الآن دراسة في البيولوجيا بالجامعة كذلك تسير وفق نظام LMD، يعني دائما 3 سنوات ليسانس، ثم 2 سنوات ماستر، ثم بعد هونكور دكتوراه 3 سنوات فما فوق. سنة أولى من البيولوجيا هي جذع مشترك ترونكوما، يعني طلبة سنة أولى أكل في البيولوجيا كلهم يدرسوا نفس المواد، والتي هي الكيمياء، الرياضيات، الفيزياء، العلوم بتعمق يعني أكثر من ثانوي، جيولوجيا، بيولوجيا حيوانية ونباتية، علم الخلية، تاريخ العلوم، تقنية التعبير، منهجية البحث، وكذلك لغة أجنبية فرنسية أو إنجليزية. في الدراسة في هذا الشعب يعني في السنة الأولى مشترك في كما تعرف العام فيه سداسيين. في السداس الأول التركيز راه يكون على بيولوجيا الخلية، على الخلية تعريفها أنواعها أقسامها كل شيء. في السمستر الثاني راح تركزوا على بيولوجيا الحيوان والنبات، حيوان والنبات. الآن بعد سنة أولى مشترك راح مباشرة تدرس السنة الثانية وتخصص، يعني تفرع في السنة الثانية تخصص وراح تفرع إما إلى علم البيئة إيكولوجي أو علوم فلاحية أجرونومي أو علم الأحياء بيولوجي، وكذلك كاين زولوجي وغيرها، يعني حسب كل جامعة، لكن أغلبية الجامعات فيها هذه 3 تخصصات في السنة الثانية، وهي إيكولوجي أجرونومي وبيولوجي، فهمنا؟ ثم في السنة الثانية يعني في السنة الثالثة يعني اعتمادا على معدل سنة أولى سنة ثانية، لأنه متعرف الألم دي يعني تبع دائما سداسيات من أول سداسي إلى يعني آخر سداسي. معدل متاع الطالب سنة أولى والثانية اعتمادا عليه راح كذلك يختار تخصص آخر في السنة الثالثة، يعني السنة الثالثة فيها كذلك تخصصات أخرى، مثلا كان بيوكيمياء، كان كنترول دو كاليتي، كان بيولوجيا خلوية وجزيئية، كان فيزيولوجيا الأعضاء، وغيرها، يعني حسب كل جامعة. لكن في الغالب هذه أكثر يعني التخصصات الموجودة في السنة الثالثة جامعي ليسانس على مستوى يعني أغلب جامعات الوطن. ثم في الماستر يعني تكمل بهذه التخصصات، وإذا كان تخصص آخر يعني جديد في الماستر تكمل فيه كذلك تختاره. المهم كما قلنا أنه كما تشوفوا هنا في البيولوجيا لنظر لتشعب هذا المجال وهذا العلم، كان تخصص السنة الثانية ثم السنة الثالثة ثم في الماستر، يعني هنا بيبدأ العلم خصب وثري، واسع جدا، عنده علاقة بزاف أمور، حيوان، نبات، الزراعة، الفلاحة، البيئة وغيره. دراسة في هذه الشعبة راهي باللغة الفرنسية، ولكن الفرنسية المفرنسية يعني ما هيش اللغة الأدبية وإنما اللغة العلمية، مصطلحات الطالب فقط يعني
الشهر الاول قد يلقى صعوبه في الكور وفي المحاضرات تاعو والدروس، لكن مع الوقت يبدا يتعود على هذه المصطلحات، لانها قد تتعود حتى ممكن في يعني السداسي الاول يعرف انه يعني اغلبيه المصطلحات يلم بها، ثم يصبح يعني ان شاء الله يقرا بها بدون اي يعني صعوبات. العام كما قلنا فيه سداسيين يعني مثلها مثل بقية الشعب، يعني لازم امتحانات، امتحان عادي وطرباج وغيره، كذلك نوعية الدراسة هنايا أو الحصص، عدنا لكور محاضرات، عدنا لتي دي وعدنا لتي بي. الآن ما يتميز به البيولوجي هو أنه فيها كثير من تي بي، يعني تطبيقات من سنة أولى، ديما عندكم تجارب على الحيوانات، على مش النباتات، على دائما يعني مختبر يعتبر يعني قسم أو جزء رئيسي من الدراسة في البيولوجيا، ماهوش فقط دراسة نظرية. فهمنا؟ إذا هناك هذيك تجارب وتبيات راهي مهمة جدا في هذا التخصص. بالنسبة لآفاق العمل في البيولوجيا فهي كثيرة وكثيرة جدا. نبدأ بالتعليم كالعادة، يعني البيولوجيا يسمح لك أنك تلتحق بالتعليم كأستاذ، يعني بالليسانس أستاذ في المتوسط وبالماستر دو أستاذ تعليم ثانوي، أستاذ علوم الطبيعة والحياة. فهمنا؟ كذلك تعمل في المخابر، التحاليل، مخابر الدواء، مختبرات، مراكز البحث، شركة الأدوية، شركة التجميل، معامل البحث الجنائي، يعني أي تخصص آخر سواء مستشفى ولا خارج المستشفى، سواء قطاع خاص يعني عنده علاقة بالبحث والتحليل ويعني دراسة المواد، خاصة المواد الطبيعية، المواد الطبيعية، الدم وغيرها. فهمنا؟ الدراسة في البيولوجيا يعني نوعا ما مكثفة شوية، لذلك تتطلب الحفظ والفهم معا، ما هيش مثلا ممكن الشعب يعني تاع الرياضيات وغيرها فقط فهم، تطلب الحفظ والفهم معا. وهذا التخصص هذا كما تعرفوا انه يعني موجود ومتاح في كل الولايات، وهو اكثر التخصصات يعني المقصوده من قبل طلبة يعني العلميين. اذا خوتي هذا هو كل ما يقدروا يعني يقدموه فيما يخص تخصص البيولوجي علوم الطبيعه والحياه. يعطيكم الصحه وشكرا وبارك الله فيكم.